انت كنت بتلعب كنت بتلعب مع فريق الشباب وخدت بطوله في العادي في سن كاس العالم بالظبط باستراليا بالظبط كده تمام كانت تحت 22 سنه في نفس توقيت الكاس طبعا كاس العالم بالنسبه لنا وانت في سن عندك 18 سنه ده حلم حياتك. يعني انت حلم. نفسك تروح وتشوف طبعا فجي المنتخب الكبير لا عايزين كنت انا واسماعيل احمد لازم تبقوا معانا بطوله افريقيا طب بطوله افريقيا فين يا جماعه في السنغال طب يا جماعه ودونا حته طيب يعني استراليا يعني طب ما حلو برضه الدنيا قريبه جدا انا هقول لك اللي حصل 36 ساعه سفر عذاب المهم طب يا جماعه ازاي طب هتطلعوا من طب نعمل ايه طب نروح للكابتن محمود كابتن محمود كاس العالم الله يرحمه طبعا كابتن محمود الله يرحمه طبعا يعني رئيس اللجنه الاولمبيه السابق طبعا كابتن محمود يعني حرام المهم ربنا كرم خلصنا البطوله كان سافروا هو بقى المنتخب 22 سافروا على استراليا سافروا على استراليا كان ماسكهم كابتن خالد بخيت على ما اتذكر خالد بخيت كابتن صابر مظبوط سافروا 10 لعيب لان إيه سافروا ناقصين طبعا ما هو انت خلاص بقى ما احنا لو المفروض احنا هنروح فاحنا ال 12 فانا واسماعيل فاثنين اثنين يبقى كده فهم سافروا يعني لعبوا ثلاث ماتشات ب 10 لعيبه وبعدين خلصنا احنا انا واسماعيل من السنغال انا فاكر احنا خسرنا انا كنت معاك في البطوله دي في المنتخب الكبير خسرنا كده. قبل النهائي بالظبط كده احكي لي بقى عن الرحله من اصل خلي بالك البطوله دي بالنسبه لك مفصليه انا هقول لك ليه مفصليه انت بقى من السفر من الدكار في السنغال بالظبط لملبورن عملت ايه بقى في الرحله دي لا بص هقول لك حاجه بجد عرفت يعني ايه معنى ان الطيران ده فعلا يعني زي ما هو نعمه زي ما هو نقمه لان انا بقول لك انا عمري ما انسى انا فاكر رقم 36 ساعه طيران غير ما بينهم لان انت قعدنا نوقف بالظبط طلعنا زيورخ ومن زيورخ مش عارف طلعنا لا لا الموضوع كان وصلنا وخد بقى دي كمان انت وصلت استراليا هم الصبح اصلا ممتاز وانت طبعا بقالك وعايز تنام وعندهم تمرين ونزلنا الاهل لا الموضوع كان طب افكرك بماتش الارجنتين يا طارق طب ليه الاحراج لازم اقول لك يا طارق لازم اجيب لك حاجات كده لا بص اقول لك احنا اصلا كانت خطتنا ان احنا نكسب الارجنتين الله ونكسب كوريا بطل العالم كانوا ما احنا بقى كانت معلوماتنا الظاهر مش تمام لا بس على فكره ما انا هقول لك ما هو عشان انتوا كنتوا عايزين كده عملتوا ستارت كويس قوي بس احكي لي الماتش بس عشان ما نحرقوش احنا بدانا 6-0 مبدئيا ربنا كرم او 8-0 ربنا كرمنا ده انا سمعت 12-0 يعني وصلنا عملنا هم خدوا تايم اوت كوتش ده احنا ده اللي فاكرينه فاكر ايه بقى تاني بس زعيق جاي من بنش خلاص الموضوع انت دي اخر حاجه فاكرها صراحه كان هم بيزعلهم الارجنتين كان فيها سكولا وكان فيها جنوبي لا 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 طبعا طبعا احنا بالنسبه لنا كان ما كناش طبعا انت عارف ما كناش يعني سنه الكلام ده سنه 98 او صح فكان الانترنت والكلام ده كان صعب فما صعب كناش صعب. انا بقول لك خطتنا ان احنا نكسبهم هم وكوريا ونخش دور الثمانيه مش هو بص طارق اللي ايه بتكلم على البطوله دي البطوله دي انت رجعت